ام عده مصور مخرج جاهزين. اهلا وسهلا فيكم جماعه الخير، ومبارك عليكم الشهر الكريم. اشتقتوني، انا عارفكم اشتقتوني، وانا بعد يا اخي اشتقتكم واجد، بس ظروف الحياه مثل ما انتم شايفين ان الامور تغيرت شويه. هي ما شويه واجد، القائمين على العمل قرروا يقلبوا الامور ويشقلبوها. لا، وقالوا ان الاستوديو ضيق عليكم يا اخي، طلعوا هجوا روحوا يا ابونا تحت ذي اللواهيب. لا، وباي مواضيع ساخنه، قلنا نجيب هذه المواضيع تحت ذي اللواهيب ونسخنها ونقدمها حالكم. يلا في ذي الحراره وفي الهواء الطلق شكلهم بالغصب باين يحللوا الفلوس. يلا، لا لكن وش رايكم نروح نشوف الاستوديو الجديد؟ ها رحنا. ما سألتوني ليش كاشخ كذاك؟ هم قالوا ان الاستوديو الجديد ما تضبط معه الا ذي الكشخه، فعاد لبسنا لهم وتكشخنا لهم. كيف نروح نشوف الاستوديو؟ يلا. هذا هو الاستوديو. ناس مين يتلاصف؟ بالله عليكم، بالله عليكم، ما فخم كذا؟ فخم وراقي وغرفتين وصالة. شوفوا، أنا بشل فيه الضيوف وبترزق بيستين من وراه. كيف؟ رحنا فيه؟ افترينا. أو استوديو وغرفتين وصالة. لا، والحبيب جاي سامت، جاي مسباحة ومصارة، لكن أنا أتفرفيرة في الشوارع. وين المخرج؟ والله فسخ المصارة، أفسخه. أيوة، وبصور بكمة، شاء أم أباء أنا بكمة بصور. طبعاً ضيفنا اليوم ما يعرف إن الاستوديو في تاكسي، يفكر في واحدة من المطاعم ولا واحدة من الاستوديوهات الفخمة. هذه أبو خمس نجوم، أودي خمس نجوم أنا، أودي هذا التاكسي، أنا بشلو في هذا التاكسي. كينا رايحين الخمس نجوم، نسميني كليت مرة 45 ريال، لا وقالوا لي الماي ماي بريال. بالله عليكم ماي بريال ده مو مقراي عليه ولا ماي زمزم. بشلو في التاكسي، عجبه ما عجبه، أخاف عاد يكون وأحمل الضيوف بيقولوا لك لا أنا مستواي كبير، مستواي انا ما انزل اروح مع خمس نجوم. انا خمس نجوم، بنركبك التاكسي، بنرجع لك ايام التواضع. قانوني، انا انسان قانوني، امشي على القانون سيده، لا الف يمين ولا الف شمال. كيف نروح للضيف؟ يلا. في كل رياضة فيها عوق، فيها بلاوي ومشاكل، والناس اللي تمارس الرياضة يقول لك اوه نحن ما عندنا دعم، ما عندنا تخطيط، ما عندنا شيء. لكن في بعض الرياضيين الصراحة مسخوها جدا. هل كنا باين دعم باين دعم وباين دعم وباين دعم، وهي حتى اصلا هذا الرياضة ما نافع بيسة، وحتى ما أولمبية، ما أولمبية خير شر. يعني هذه وجهة نظري يعني اتمنى يعني انه تتفهموها انتم، لانه احتمال ضيفنا اذا ما اقتنع بوجهة نظري وما عجبته يعني الفكرة، احتمال يغير ملامح وجهي، ذقني يصير هنا، عيني يجي نافتي يجيبها هنا فوق.
يعني هو قالوا انه شخص ما يرحم يعني. ايوه وشخص كذا خلينا اقول لك يعني كيف يعني ضخامته ما اعرف كيف اوصف لكم. وخايف خايف والله شكلهم القائمين على البرنامج ناوي يعني يغتالوني. الله يعيننا اليوم بيكرب اخونا اليوم بيكرب اخونا. بحاول اكون هادي معه ما نرفزه ابدا اخليه هو يقدم البرنامج ما عندي شيء. انا اقاوب عن الرياضه اقاوب عن كل شيء هو يريده. اول ما بستقبله كوتش اخبارك اولمبيك وفنان اقسم شكلي يحس شوي بالاريحيه. انا اقول شال معي كبت اليوم تخيل اقول له بالله عليكم تخيلوا اقول هذا كبت ما ادمي ويعطيني بوحده اظن لا خلينا نروح نشوفه ونسأله. وعاد أنا موصين الجماعة أن أكون شوية رؤوف أسئلتي حماية لي وحماية للتاكسي لأنه إذا ما عجبه أي سؤال احتمال يشرخ السيتات واحتمال يفرشني تحت التاكسي. كوتش جاي الكوتش جاي حيا الله وسهلا. حي وسهلا يا كوتش. حياك حياك. يا سلام نورت. اخ تو الناس بعدنا ما كسرناك خليهم امور طيبه. يا الله انا دايما اقول كوتش مرنا حديد وما تبيت مرمى. كوتش اخبارك؟ ما اخبارك؟ انا لازم اجلس كذا وضعيه على اساس لا ما انت انا لازم اخذ نفس شيء لازم اخذ نفس. انا متوتر موترني يا كوتش موترني. كوتش من الاخبار؟ الحمد لله طيب. كيف الامور؟ مرتاح؟ حيا الله سهل. الله يسلمك. نورتنا صراحه. يا اخي انا يعني اباك تمشينا اول شيء. يلا يسار بوي يسار يسار. سوقسي يسار. ايوه منا نروح؟ اي بوي. كوتش حزامه مو؟ اي هذه يبي لها بعد يا كوتش. على اساس انه نعرض. ايوه. مو الاخبار؟ مره والله طيبين. انا اول شيء قبل ان نبدا اي شيء. زين. انا صراحه مهتلك من قسمي. والله يعني صراحه انا لو منك أقص الصالة ليل نهار بس عشان تسكت. يا والله يعني أنا كيف عاقب إنك كيف عايشة حاجة. والله ما عاقبني ولد الحلال لكن أنا يقولوا والله أعلم إنه وين معدل الأيض ولا ويش اسمه. أنا نفسك معدل الأيض عندي واجد عالي. أنا نفسي أنا أحرق بسرعة لكن كيف ترتيب ويش؟ لازم تنظم أكلك لأن هنا ما مسألة هي. شوف حياتنا إحنا 70% نظامها أكل. الكلام واجد الناس تفتي وتخول كلام أكثر من اللازم بس هي لعبة. لعبة أكل 100% لعبة أكل. أنا تعال أنا ما عرفت الجمهور عن بطلنا طبعاً بطل الأجسام كيف أقول لك منهم يسموه الرجل الأخضر منهم يسموه جراندايزر. يا ربي منهم يسموه الدكتور. كله نفس المسميات بينهم. ويقول مرة يقول لك الدكتور بطل عمان أو يعني ماني على التعريف كل الاشخاص يعرفوه كابتن عيسى الحسني. كيف امور الرياضه؟ والله الرياضه مثل ما تشوفها ما شاء الله يعني احنا كيف عمان الحين الرياضه قاعده تطلع بشكل ما طبيعي عنده جمهور على فكره اقوى جمهور في الشرق الاوسط. موجود هنا في السلطنه؟ احنا في السلطنه نعم. انا حضرت بطولات في مختلف دول العالم ولكن مثل السلطنه ما في جمهور كذا يحب هالرياضه. وش السبب؟ وش السبب يعني ليش يعني نحن واجد ناس تقول انه هذه الرياضه محرومه اعلاميا وغيره. من جمهوركم بالضبط؟ جمهورنا هم عشاق الرياضه نفسها هذه لان يعني يروح الجيم لو تلاحظ ايوه ما بس اللي جيم هذه اللعبه يعني اللي مشاركينها اكثر من الناس اللي يتمرنوا حديد. لا ما بس هم حتى كبار فيه كبار بالسن كبار في السن أيوة هذه الرياضه ايوه في كبار في نساء في اشياء كثيره نساء؟ اي نعم الرياضة قاسة تتفتح للشكل الجديد والحين في عمان انا اقول لك اياها راح تكون منبع رياضي كبير بنفتح اكبر صالة في عمان او يمكن تقريبا في دول الخليج اكبر صالة راح تكون. نشوف يعني واجد جوائز تروح وبطولات اخر مره شايف واحد من الابطال رايح نيوزيلندا صح؟ ايوه وجاب ميداليات وغيره. أيوة. يا اخي تحس ثلاث اربع خمس ميداليات هذا الميداليات صح ولا يعني هذا بس يمكن شو ولا شيء؟ هذا ميداليات يعني كيف صح يعني لو تفسر لي
انا خايف يا اخ اقول تجيني واحد كذا يعني كيف اقول لك انه يعني هل هذه البطولات صح حقيقيه قويه فيها منافسه حقيقيه ولا يعني ممكن لا 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 لا, لا في بطولات تختلف من دوله لدوله ومن منافسه لمنافسه. يعني تروح بطولات مثلا تحصل فيها ابطال كثيره وتروح بطولات فيها منافسين اضعاف, وكل في كل الحالات انت تاخذ الاسم سواء كانت بطوله قويه او كانت بطوله ضعيفه. انت راح مثلا بطوله العالم مثلا نتكلم, دخلت بطوله العالم كان الفئه اللي انت دخلت فيها ما فيها ابطال أوكي. وجبت فيها مركز, خلاص انت سجلت بطل العالم سواء فيها ولا ما فيها, خلاص الاسم خلاص لك. لكن انا محتاج اعرف الناس على انجازات كوتش يعني كبطولات على مستوى المحلي والدولي اكثر بطل شارك بطولات, وكنت دائما اصرف على نفسي واشارك برا على حساب. يعني كنت شارك في اوروبا مرتين حصلت فيها المركز الاول, شاركت اول عماني او اول عماني يشارك مستر اولمبيا للهواء كنت انا في لندن عام 2012, ودخلت مع فئه كبيره من المحترفين مثل سامي الحداد وغيرهم. يعني اللي الحين هم سامي الحداد له باع طويل البحرين, البطل البحرين له باع طويل في الرياضه, فكان لي مشوار كبير في الرياضة. بطل آسيا حصلت مع المنتخب, بطل آسيا في البحرين, بطل الشاطئية الأولمبية الآسيوية اللي أقيمت في مسقط أنا الوحيد اللي جبت فيها ميدالية ذهبية. واحد أنا أقول لك الجانب الآخر شوية, خلنا نتكلم في مسألة هذه البطولات. يا أخي في ناس ما مقتنعة, يعني أنتوا تشتكوا, أنتوا تشتكوا كم يعني كممارسي لهذه الرياضة, خاصة تشتكوا على مسألة الدعم وغيره. يعني أنتم بصراحة يعني أنت قلت 70% أكل, يا أخي بيخلص الأكل في عمان يعني إذا نحن قمنا ندعم والحكومة منهم يقولوا بيخلصن فلوس الاتحادات إذا صرفنا على كمال الأجسام. والله شوف هي مكلفة, صحيح مكلفة, الرياضة مكلفة جدا. لو بطلع اللي في جسمي أنا ببني لي بيت في القرب والله العظيم, لكن عشقا لجسمي أول شيء قبل كل شيء, ثاني شيء حبا لهالرياضة كنت دائما ادعم نفسي اساس ان اتحدى نفسي واتحدى الغير اللي كانوا يقولوا مثلا عيسى ما بيوصل مكان. تحديت الغير حتى في البطولات صار فيها انحيازات, حتى في اختيارات المنتخب احيانا فيها انحيازات, احيانا حتى انحيازات. نوقف شويه, انحيازات فويش يعني هذا يعني شوف انا بقول لك بالمختصر هذا الرياضه كيف يتم الحكم عليها؟ لو يعني واحد يعني نحن نقول مثلا ان ما نعرف يعني أنا والله أنا عانيت في هذه الرياضة, يعني حتى لدرجة أننا نوقفك سنتين عشان لأني شارك اتحاد ثاني, رحت أشارك بطولات جيت أشارك المنتخب نفس الحالة نفس المشكلة. فكنت واجد أعاني ولكن ما كنت أستسلم, كنت أواصل ما أخلي أي مطب يحبطني. يعني يقولوا واحد عصبي يعني ما يغير الملامح عادي يعني مغير يعني الملامح. لا يعني هل انت يعني انا ما اريد اقول لك واحد شخص يعني, بس هل كنت شوي مشاكس لما كنت شوي لا والله لا يعني مشاكس لما كنت طفل يعني اوكي كل واحد مشاكس انا قصدي مضربات وكذا مضربات اللي يغلط عليك فقط يعني عقب انا ما راح اتكلم ولا راح اغلط يعني انا حبيبي حشين طال عمرك. شوف هنا هي في الاخر ترى الرياضه نفس الحاله اخلاق, انت ما تمر حال اي شخص تضربه حتى في اشياء ممكن يعني توصل انك تعصب تضايق, ولكن هم لازم تمالك نفسك بحيث ان انت الناس ما تاخذ فكره سيئه عنك. عيسى الحسني ما يغلط على حد ولا يتدخل في شؤون يعني ما ممكن يعني انا انرفزك اليوم شويه يعني بعدك شخص هادي وكذا. والله خذ راحتك لين انت شو عندك حاول انك تنرفزني يعني انا بحاول عشان تقرب بالضربه حاول انك تنرفزني. لا ما قرب ما اعرف والله لا ارجوك ما اعرفك انت بتقرب زين ترى زين لا يلا لا طبت ولو ان يقولوا انه هذه العضلات وهذه المفتوله وكذا هذا الشكل شكل ها هذا لا ما اقول احمد هذا انا ما اريد انرفزك والله نتكلم جد يقول لك هذا ما هم خفيفين ناس خفيفين يعني ما عضلات حقيقيه لانه واحد يقول لك ان هذه يمكن ابر سبحان الله او يمكن يقول لك هذه مجرد يعني بروتين
ايوه بروتين، لأننا يهلكون يوم بغيت ازيد وزن قالوا بروتين وبروتين، يعني كانه هو هذا منفوخ ادم سوى بروتين. شوف اجتهاد شخص من شخص ثاني يختلف، انا صار لي في الرياض 22 سنه. 22 سنه الحمد لله ارفع. ما شاء الله 22 سنه. انا في الرياض 22 سنه ارفع اوزان الحمد لله رب العالمين، اوزان ما طبيعيه. يعني تتخيل واحد انه يرفع لك هالاوزان هل بيكون قوته الداخليه ضعيفه؟ تتوقع؟ ما اتوقع. كوتش يعني بصراحه يعني اتحادكم صار له 3 سنين تقريبا، هذا اكثر من 3 سنين، اكثر من 3 سنين يحاول ان يدخل هذه الرياضه في الاتحاد. خلينا ما نقول الالعاب الاولمبيه او كرياضه اولمبيه وماشي فايده. انا مثلا في ناس كثير وش تقول لك انه هذه الرياضه يعني لا تسمن ولا تغني من جوع، يعني ما فيها منافسه حقيقيه، هي كانه شخص موديل، يعني هذا موديل. ما والله شوف انت اقنعني، انا اقنعني كمتفرج. اول بطوله تقام ونجيب فيها الذهبيه هي كمال الاجسام، واكثر انتاجات واكثر حصائد للميداليات عندنا في كمال الاجسام، وش رايك؟ هنا في البلد؟ ايوه اكثر ميداليات. كم بطولات تجيب برا؟ هو صح يعني حسب قراءتي انه كثير. 2009 جبنا العالميه عن طريق حاجي شعبان. اي طبعا كابتن، تحيه الكابتن. اول ميداليه ذهبيه لبطوله العالم كانت في 2009. السنه هذه اللي ماضت في ابطال جابوا ميداليات ذهبيه بطولات العالم، باقي الرياضات وينهم؟ انا ما اعرف، يعني انا اقول يعني انت يعني سويت ابر؟ اي بين في جسمي كله الابر، شوف ما شاء الله. نزلت الابر صحيه؟ ايوه ما تشوف. انا ما بقول لك صحيه تقربها فيني يعني، لكن يعني كيف صحيه؟ كيف ابر يعني كيماويات وغيرهم؟ وايش يعني؟ لا شوف هي بشكل عام عصير تفاح يعني كذا. شوف بشكل عام الهرمونات مضره للجسم. اوكي. كل الهرمونات هذه اللي يدخلوها الشباب مثلا للبطولات او بناء الأجسام كلها مصنعة، وكلها على فكرة موجودة في جسم الإنسان، بس تأخذ كمصدر خارجي للتقوية لزيادة إفراز مثلا الهرمون المعين، فهمت؟ هذه هي. أما مثلا تنصح فيها مستحيل أنصح أي شخص فيها، ولا بنصح ولا أي شخص يقول لي مثلا أنا أريد أستخدم هرمون أقول له حبيبي لا تستخدم، هذا كلمتي أنا. أنتوا كرياضيين ممارسين لهذه الرياضة، تحتاج دعم حقيقي لهذه الرياضة. أكيد. الوزارة يمكن تكون ما كثير داعمة حقيقية لهذه الرياضة. صحيح. كيف ممكن تقنعوا القائمين في الوزارة أو أي يعني أي إن كان هذا المكان اللي تريدوا منه دعم إنه هذه الرياضة بالفعل تستحق؟ يعني أنا اعتبرني مسؤولته وحاول تقنعني. شوف إذا هي رياضة أساساً أوريدي ما شاء الله، يعني الوزارة تدفع فيها مبالغ، ولكن كشخص كلاعب ما أعطي حقه، ما عندهم يعني خبرة في الرياضة أو لا، لا هي أول شيء شوف فيها 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 أشكال كثيرة. الشكل يجيك واحد ما عنده خبرة، يجيك واحد ثاني عنده كلمة وما ماسك منصب، أوكي، يجيك واحد ثالث يفتي ويختار اللي يريدهم فقط، ما في جهات متخصصة تبحث على هذه الأشياء، تبحث عن هذه القوائم اللي تصرف أو المبالغ اللي تهدر وين تروح. المنتخب على فكرة ليومك هذا ما في مدرب. ما في مدرب، جابوا مدرب في عام 2010 إلين تقريبا عام 2012 كذا تقريبا أتوقع. كيف كوتش تقول إنه الوزارة وغيره إنه القائمين في مبالغ تصرف إذا ما في مدرب؟ تصرف وين عاد ما أعرف والله. أنا قمت إنجازات، ولكن حتى شكرا ماشي. اللي خلاني استمر الجمهور، والله جمهور اللي قال لي عيسى احنا محتاجينك. في جمهور كبير مخلص للرياضه بصراحه. انا صراحه عندي جمهور وقاعده كبيره جدا، مثل ما قلت لك كسبتهم باخلاقي وناس شايفه شغلي، يعني كنت من الناس اللي اعاني كثير واتدرب بقسوه. كوتش انا بعمل معاك تحدي. يلا زين.
وهذا التحدي أنا فيه أريد أقيس قدرتك. هل هذه العضلات دوار. لا ما ضرب أرجوك أبوي، أنت كلما أنا ما رمت أتكلم معك. ترى تعرف شو أنت بتقرب قياس البوكس كيف وين يطلع من وين يروح؟ البوكس أنا ما بختفي. أباك تسحب دي السيارة وأشوف هذه العضلات هل فاضية ولا عضلات حقيقية حقيقية. يعني كذا تشوف القياس حاله. ما أقيس يعني أنا تحدي كودي بيني وبينك يعني. زين أوكي. يلا كوتش يلا راويني قوتك. جاهزين. والله السيارة تحرك. وكوتش السلام عليك يا كوتش. يا السلام عليك كوتش. يا السلام يا السلام عليك. كيف؟ ايوه ها يا الله كيف عمر اخ يا كوتش. قول. انا منصدم حقيقه. انا كنت افكر يسار ولا يمين؟ يسار. اوكي. انا كنت افكر ان عضلاتكم سيليكون. سيليكون سيليكون يعني كتركيب. بس تركيب. يعني لو ضربت بابره يطلع سيليكون. ايوه تنفش السيليكون وكذا. بس طلعت وحش يا اخي ما شاء الله عليك. من يوم يعني صغير طلعت. انا من يوم صغير وحش. ها؟ من يوم صغير وحش انا. انت كان يوم خلينا نقول يوم كنت صغير كان وزنك ضعيف. كنت ضعيف اول بطوله شارك لي كانت وزني 58 كيلو. انا 58. هذه معلومه. كنت بحاري يمين. 58 كنت بحاري. بحاره؟ ايه. واصلح سيارات مع ابوي وخريج هندسه سيارات من كليه التقنيه. ما شاء الله عليك. طبعا هذه المعلومات ما كل الناس تعرفها. زين انت اعطيني نصيحه لكل المبتدئين في هذه الرياضه. شوف ليش يدخلوا هذه الرياضه وكيف ممكن انهم يعني يبدوا فيها. الرياضه هذه سواء كنت مبتدئ او متقدم او محترف، كل او الاهم اهم شيء فقط اهم شيء في سواء كنت تريد تبني عضلات أو تريد تنزل وزنك أو تريد تتخلص من الدهون أو أنت ضعيف وتريد تمتن، لازم تتبع نظام غذائي أول شيء. يعني نقول للجمهور. أيوة نقول للجمهور 70% تغذية. 70% لا 70% تغذية أوكي. أيوة. بس يعني نقول للجمهور في إعلان حقيقي أن ممكن سامي في يوم الأيام يكون بطل في كمال الأجسام. ليش لا؟ أنا أشوف ناس معاقين أبطال الحين. خلينا نتكلم عن سامي في يد في رجول. أنا أعرف ناس لا فيها رجول ولا فيها يد وأبطال. نقول لكل الناس أنه حياة الرياضي في رياضة كمال الأجسام صعبة جدا جدا جدا. صعبة ولكن ليست مستحيلة. أمورك طيبة كوتش. أمورك طيبة. وأنا اليوم فرحان. حبيبي حبيبي. جماعة الخير أنا فرحان اليوم موجود مع الكوتش. وأعد أني بيسوي لي برنامج غذائي ويشاركني في بطولة ويكون هو مدربي الخاص. صح كوتش؟ حبيب مره كوتش. حبيب انا استمتعت معاك اليوم. الله اكثر. الله استمتعت معاك اليوم في الحلقه. تسلم. تسلم. وكانت حلقه جدا جميله ومثريه. واعتقد لكل الناس تو كل الناس نوعا ما كل الناس نقول كثير من الناس نحاول انه يعني اقتنعوا برياضه كمال الاجسام او بناء الاجسام. كمال لله. اول كانت تسمى كمال الآن بناء. بعدين سميها بناء لأن الكمال لله. جميل جميل جميل. وموفقين إن شاء الله يا كوتش. وإن شاء الله نشوفك في إنجازات وبطولات قادمة إن شاء الله. ونفخر فيك بجد بجد. نفخر فيك كعماني أصيل. دائما تحاول قدر الإمكان رفع العلم العماني في كل المنجزات. إن شاء الله إن شاء الله كنا جاهدين على هالشيء. حبيب الله يسلمك. موفق إن شاء الله. إن شاء الله. يلا كوتش. سلام. يلا نشوفك على خير. وانتظر. حاول تاكل. ها اكل برنامج غذائي معاك الحبيب. معاك. حاول انك تاكل بس تهتم. كيف ماشي منه البرنامج الغذائي؟ بنسوي لك ان شاء الله. ها بس انت تاكل صح. اوكي. ها تم وعد. يلا اوكي. يلا كوتش.
وخلصنا من الكوتش. استمتعت اليوم مع الكوتش وخلاص وعدني بيعطيني برنامج غذائي وحركات وكذا وبعدين. لكن في الأخير بقول لكم حاجة، ترى الواحد بعقله بعقله ما بعضلاته، لكن لما يجيك واحد منفوخ وعضلات وقوة مثل الكوتش اسكت وانطم عن يبعصوك ويكربخوك. ونقول الأمور طيبة ونلقاكم إن شاء الله في حلقة غدا مع ضيف جديد.